ولا عارفين آخر طريقنا لفين، تايهين ولا عارفين آخر طريقنا لفين، ضايعين وقال فاكرين إن إحنا كده عايشين. قرشين وسطر وأيام تفوت ومحدش فيها فايق، واخدنا في قطر الموت وبينا هو اللي سايق، واقفين عليه بالصفوف والكل قال مستني دور، والراكب فيه يشوف قدامه عمره بيطفي نوره، تايهين ولا آخر طريقنا لفين، تايهين ولا عارفين آخر طريقنا لفين، ضايعين وقال فاكرين إن إحنا كده عايشين. بصراحة أنا كنت شاكك فيه عشان كده منعتكم من الزيارة. ما احنا قدامك اهو بقالنا شهر بعيد عنه، يبقى أكيد في حد تاني بيديله. حد تاني زي مين؟ إذا كان التمرجي أكد لي إن مفيش حد بيزوره. أمال إيه الحكاية؟ أنا كل اللي أعرفه إن أخويا ملزوم منكم، دفعتونا الشيء الفلاني عشان يخف وعندنا استعداد ندفع أكتر. مظبوط كده يا باشا، زي أختي ما بتقول بالظبط، يعني عدم المؤاخذة احنا جايبين أخويا عشان يتعالج مش عشان يتكيف. طيب معلش ادينا فرصة كمان أسبوعين وأنا هشدد الرقابة عليه بنفسي. لو مش عارفين تعالجوه قولوا لنا، لكن يا أخويا ما تقعدش تقول لنا محدش يزوره ومحدش يجيله وبعد كده نرجع نلاقيه زي ما هو، تبقى الغلطة من عندكم أنتوا يا أخويا. خلاص يا مدام خلاص، أنا قلت لك هشدد عليه الرقابة بنفسي، وكمان هغير التمرج اللي عليه وأكلف واحد تاني غيره. يلا بينا يا سالم. بينا يا أختي. والحاج ابراهيم ما جاش النهارده ولا ايه؟ يا مرحبا يا معلم. ازيك يا مرسي؟ اتفضل تعال اقعد. لا معلش انا كنت جاي للحاج. الحاج كان هنا ولسه ماشي دلوقتي. لا حظ وحش ما لحقتوش، بقى اجي له وقت تاني بقى. لازمك اي حاجه منه؟ والله يا مرسي انا كان لازمني كده شويه بضاعه يعني. انت مش استلمت حصتك وخلاص؟ اصل البضاعه عجب قوي والصنف عليها يعني زي ما تقول كده طلب كتير. المهم اجي له وقت تاني بقى. علوم اطمن انا هبلغه. اقعد بقى اشرب شاي. يدوم يا مرسي. دوبك بقى عشان القهوة لوحديها.
سلام. ايه الحكايه يا ابو نواس؟ جواد بورسي بلغني انك سالت عليا كذا مره، وبعدين قلت لهم ان انت محتاج بضاعه. ايه الحكايه؟ وبعدين ما انت عارف الطلبيه الجديده لسه ما وصلتش، وبعدين على حد علمي يعني انت واخد حصتك وبزياده كمان اخر مره. هو في حاجه؟ لا ده انا كنت بقول كده للواد مرسى فتحي بيه. بتقول كده لمرسى ليه يا ابني؟ هو في ايه؟ في يا حاج، انا شامم ريحه حاجه مش حلوه. شامم ريحه ايه يعني؟ الواد مرسى بينط عند ورده، قلت اسالكوا، احتمال انتوا اللي بعتينه. مرسى عند ورده؟ انت شفت ده بعينيك؟ لا ياكلهم الدوده يا حاج. ايوه شفته كم مره؟ مرتين، وجايز برحناها قبل كده وانا ما شفتوش. طب قول لي يا ابو نواس، انت ما عرفتش هو بيروح لها ليه؟ في الحقيقه لسه ما اعرفش. يبقى هو اللي بينقل اخبارنا عندها. اخبارنا ايه بس اللي هينقلها؟ الواد مرسى ده من رجالتنا، وبعدين انا اللي مربيه، ده لا يمكن يكون معلمه. ما دام كده يا حاج، يعني ايه اللي بيوديه عند اعدائنا؟ احتمال يكون برعي مشغله متسهل بينه وبين البنت ورده. ورده خلاص اتجوزت، وافرض انها اتجوزت، اكيد ده المصلحه لغايه برعي ما يخرج من السجن. كلامك مظبوط يا سيد المعلمين. احنا متشكرين قوي على اللي انت قلته ده كله يا معلم، ربنا ما يحرمنا من افضلك. ما تقولش كده يا حاج، ده انت جمالك مغرقانه، ده انا نفسي اسد منها ولو شويه صغيرين. يا راجل ربنا يكرمك، قول لي انت محتاج بضاعه فعلا؟ اسد تمن اللي عندي الاول يا حاج. اعوذ بالله، 100 مره اقول لك ما تتكلمش في الفلوس. بعدها لك بقى، هو اللي بينا قليل يا معلم؟ ده احنا بينا 10 سنين. دخل الخشب هنا وهنا كمان، يلا بسرعه، يلا يلا هنا الناحيه دي. ادحي لك يا مرسي. سلام. سلام يا معلم. انا مش مصدق حكاية ان مرسي مرسال برعي. طب والله الحمد لله، ده انت بدأت تفهم. قصدك ايه؟ قصدي انه واضح ان الشغل من ورانا بقى كبير قوي. طب ما قلتش الكلام ده ليه لابو نواس؟ ما تبقاش عبيط، ما تبقاش زي كاردر كده وتطب قدام اي حد غريب. يعني مرسي هو اللي كان بينقل تحركاتنا الوردة؟ مش بس كده، اللي هما كمان اللي سرقوا البضاعة. استغفلنا وضحك علينا؟ على كل حال أنا مش عايز أحس بحاجة، عامله عادي خالص زي الأول، وكلفه بأي شغل أي كلام. وبعدين؟ وبعدين سيبولي، سيبولي لغاية ما نخلص منه ونخلي مرسي ده عبرة لخيره. ناس فتحي، امال فين البضاعه اللي هنتفنها؟ موجوده. امال انا جايبك ليه؟ ما توري له البضاعه يا رجاله. ايه يا فتحي ده؟ ايه يا فتحي؟ ايه يا فتحي؟ حفره يالها معموله للخيانين وبس. رجلك يا فتحي، ابوس رجلك يا فتحي. رجلي يعني؟ ابوس رجلك. اخلص يا اخلص، ابوس رجلك يا فتحي. حرام عليك يا فتحي. قول لي بقى الورده لما تعملها عندك انا ليه عملت فيك كده؟ حرام عليك يا فتحي، ابوس رجلك. انا حاضر. غور، انا عملت ايه؟ يلا يا رجاله، ابوس رجلك يا الليله دي. حرام عليك يا فتحي، حرام عليك، حرام عليك يا فتحي، حرام عليك. انا عملت ايه؟ بسرعه والنبي يا رجاله، اصلي ما بحبش الدفن بالليل. ها يعني عدى اسبوعين اهو واللي اسمه مرسي ده ما ظهرش. لازم ما عندوش اخبار يا اخي. صدقوني يا جماعة، السكة اللي انتوا ماشيين فيها دي غلط. غلط ايه يا سمكتي؟ الاسم المرسي ده مش مضمون، ممكن أي حد يشتريه ويتقلب عليكم. معاك حق يا صاحبي، بس ده هو ده اللي بيفتح لنا سكك الشغل وكمان ببلاش. ممكن يكون تمنها دم واحد فيكم. مين ده اللي يمس شعرايا من شعريات ست الكل؟ ده أنا كنت أكله مستني أكل. مالكش دعوة أنت، ما تتحشرش في اللي مالكش فيه، حط الفراخ. حاضر يا ست الكل، وأموريني. صدقيني مفيش احسن من شغل البودره. ياه، والنبي ما تجيب سيرتها، انا خلاص اتشقفت منها. كل ده عشان اللي حصل لهريدي؟ لا، اللي حصل لهريدي ده مش طبيعي، ده شغل ناس بينتقموا منكم. بقول لك يا صاحبي،
تفتكر ان اللي حصل لهريدي ده باسم العقد؟ وليه لا؟ اتريهم اتريهم، بقول ايه اللي مسكتهم على كل اللي بيحصل فيهم ده؟ طب ما نسال الواد مرسي يا اختي، اكيد شم خبر تاني. مرسي؟ والله انا خايف مرسي ده يكون العقد وابنه هم اللي زقينه وسطكم. تعرف يا صاحبي انت ممكن يكون معاك حق، وخصوصا العمليتين اللي اخره طلعوا في شانك، والواد مرسي هو اللي كان مبلغنا بيهم. بالظبط، قالوا كفايه عليكم لحد كده، والاهم ان هم ضربوا اكبر واحد فيكم بالبودره ويقدروا يدخلوا المصحه. انا لو احط ايدي بس على البيت اللي وزعوا عليه. انت يا زفت الطين. امريني يا ست الكل. انت مش قلت لي وين هتجيب البيت؟ ايه اللي حصل؟ ما انا عمال اشمشم يا ست الكل. طب يا اخويا شمشم، لما اشوف اخرة الشمشمه بتاعتك دي هتوصل لفين؟ الو، ايوه منزل مدام ورده. ايه في ايه يا واد درغان؟ البقيه في حياتكم. معلم هريدي يا خلاص اخويا. ادي واحد. ايه رايك بقى في الشغل يا حاج؟ ما انت عارف رايي فيك وفيه طول عمري يا عمنا. لو قول يا حاج، مرسي ادي لي يومين كده مش ظاهر. والله انت عمرك اطول من عمري. انا كنت لسه هسالك نفس السؤال. طب وانت ازاي يا حاج ما تعرفش مرسي فيه؟ والحقيقه هو من يوم ما سافر وقال انه رايح البلد عند جماعه قرايبه، هو راح من هنا وقال عدولي. انا بس خايف يكون اتلم على البيت ورده واخوها واشتغل معاهم. لا يا حاج، انا ما لمحتوش في كوم السمنه. يمكن يا ابني في واحده لفت عليه او النداه ندهته. اخرتها يا حبيبتي، انت بقالك تلات جمع على ده الحال، ده حتى مش كويس عشان خاطر المرحوم. قابل يا بيومي كان اخويا الكبير وكان حنان علينا كلنا، يروح مدينا في تيس كده. خلاص خلاص، ما تعمليش في نفسك كده يا وردة، حرام عليكي نفسك يا بنتي. على غدر واخوانا يا بيومي، ولاد الكلب كم استخبي لك كل ده فين يا اخويا؟ انا قلتلك ان السكه دي خطره يا ورده وعدوينها كتير. يا ريت يا ريت تحط عقلك في راسك انت واخوكي وتبطلوا الكار ده. تلاقيك شمتان فينا. يا ريت يا شيخ كنت انت مت مجاله. انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه يا ورده؟ انت عارف ان انا بحبك وان انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا ورده. انا مش عايز اسمع ولا كلمه منك، سيبني في حالي بقى. امشي غور وامشي غور. حرام قلبي ورد الكلب مرتين. امال اختك فين؟ لسه حزين على هريدي اخويا، الله يرحمه بقى. يا ده انتوا الحزن عندكم طويل قوي. ليه؟ انتوا الحزن عندكم مش طويل زينا؟ لا، احنا عندنا الحزن قصير. قصير يعني كم متر يعني؟ بس عارف انت بتتكلم صح، المسافة ما بين الميت اللي بيدفن وبين اللي بيدفنه بتبقى بتاع 2-3 متر، وبعد ما يدفن وتمشي كل ما تبعد كل ما الحزن بيبعد. ده ايه الكلام الجامد قوي ده يا صاحبي؟ ده انت كده التعمير عالي او متكيفين على الاخر. نندى الواد شعبان بقى عشان نقفل. يلا ادى شعبان. يا باشا تعبان. اخبارك يا سليم؟ ايه اقول لك
ايه؟ عايزك تشطب القعدة وتروق الشقة حتة حتة. اه وما انساش اقفل الباب وراك كويس. طب ما انت ناصح اهو يا اشوفك امس. ما تقطعش يا باشا. سلامة يا بهوات. حاضر يا سيدي المعلمين. هشطب. هشطب. ما شعبان راح معايا قلت اجي اطبخ لك واحضر لك العشاء. حبيبي يا شعبان هنعمل ايه بقى؟ ما هو من ساعه اخويا هريدي ما اتاكل واختي ورده لا بتطبخ ولا بتاكل ولا اي حاجه. حسر عليك يا معلم بيومي. بيومي ايه اللي حسر عليه ده يا بت؟ ده بدل ما تقولي حسر عليك يا معلم سالم يا بت ولا بلاش. ما انت معاك صفيه صفصفتك اللي بتقضي لك كل طلباتك. ماشي يا صفصفتي يا حبيبتي. يلا بقى جهزي لي العشوة الحلوة عشان انا جاي متسلطن على الاخر والدماغ عالية ومظبوطة قوي. طب مش تريح شوية؟ ده انت تلاقي عين المشوار هد حيلك. انا حيلي ما بيتهدش يا بيت. عارفة ليه؟ ليه يا سيد الرجالة؟ عشان عدم اللي مؤاخذة اتولدت من غير حيل. ضحكتك دي بقى حلوه اللي هتخلي شعبان يخلص مشاويره ويجي جري على صوتها. بص بقى يا سيد المعلمين انا عامله لك مفاجاه. انما ايه؟ عامله لك كل الاكل اللي انت بتحبه. حلاوته حلاوته اموت في مفاجاتك. طب يلا بينا بقى نتعشى عشان نشوف بعد العشاء هنعمل ايه. اعملي ايه عندك الساعه دي فوق يا بت؟ ياه خضتني يا اخويا. اتكلمي يا بت. انطقي. بعمل للمعلم العشاء. ما انت عارف يا اخويا من يوم اخو ما مات واخته ما بتعملوش اكل. انت خلاص بقيت الطباخه بتاعته يا فجره. احترم نفسك يا شعبان. بقول لك ايه يا اخويا، ثلاثه بالله العظيم لو اتكلمت معايا كلمه لاكون قايله للمعلم. انت كمان بجحه؟ خلاص ما بتش مالي عينك يا سفله يا واطيه. طب ايه رايك دلوقتي اوريك اطلع عين امي. انت بتضربني كمان؟ طب والله لو كنت قايله المعلم واخليه يقطع لك ايدك. طب والله لا سففك التراب النهارده، ده انا هطلع عين اهلك. امشي قدامي. ما يصح ده يحصل يا معلمه ورده. شرفي يمرمط بيه الارض كده. معلش يا شعبان حقك عليا المره دي. انا خلاص ما عدتش قادر ارفع عيني قدام حد. ما جايز يا ولا فعلا انت بتطبخ له. الساعة واحدة بالليل يا معلمة، ولما قلت له يوم يقول لي وإيه يعني؟ مش عايز معلمك يتعشى؟ خلاص يا شعبان أنا هكلمه. المهم عملت إيه مع مراتك؟ عملت اللي لازم يتعمل يا معلم. طلقتها. ليه كده يا واد يا شعبان؟ تخرب بيتك بإيدك؟ يعني أنت خلصت برضه يا معلمة خلي واحدة زي دي على ذمتي. ده أنا لولا مسكت نفسي كنت ذبحتها وشربت من دمها. ولا ايه؟ ولا ايه تودي نفسك في داهية في واحدة زي دي؟ انت ايه اللي دخلك في الموضوع يا اخوي؟ كل وانت ساكت. بقى ما لقيتش غير نسوان رجالتك وتفضحهم يا سالم؟ هي دي جدعانة؟ هي اللي عايزة وكمان جاية برجليها. حتى لو كان ده اللي حصل ما يصحش. دول برضو رجالتك ولازم تخاف عليهم على شرفهم. مش تمرمغوا يا اخويا في التراب. طب وازاي التحش ده يشتكي لك مني؟ امال كنت عايز يروح لمين عشان ينصفه؟
طالما المعلم بتاعه طلع راجل ندل. انا مش ندل يا ورده، انا مش ندل. اللي يعمل عمتك المهببه دي يبقى راجل ندل. اسال اي حد، اسال يا اخويا مجدي صاحبك شوف هيقول ايه. يا ولد تنجر بقى وبص لفوق مش تبص لتحت، والمره عفشه بالشكل ده. مش عفشه يا ورده، دي مره زي لقطه القشطه وعره كمان. كفايه انها متجوزه صبي من صبيانه. جرى ايه يا ولد سالم؟ انت بقيت دلوقتي معلم قد الدنيا. طب ايه رايك بقى، الواد ده مش هيشتغل معايا تاني. ماشي يا سالم، خليه يبقى من رجالتي انا. يمشي حرس ورايا. ليه؟ ما انت معاكي درواه. وانت مال اهلك؟ هتدفع ماهيته من جيبك؟ وبعدين انا ليا نظره في كده. نظره ايه بس يا اختي، ما تفهميني. انا مش عايزه الواد ده يطلع يشتغل مع حد بره، وبعدين يقر على شغلنا كله. عيني عليك، مخك كبير سبحان الله، اللي يشوفك يقول معلمه من ظهر معلم. طب يا اخويا يا اخو المعلم، اديني بقولك للمره التانية، مالكش دعوه بنسوان رجالتك. وبعدين يا اخويا لما انت ميت قوي على النسوان كده تروح تتجوز. اعوذ بالله، اعوذ بالله، تفي من بقك. امال هسيب النسوان دي كلها لمين؟ ابوك اسود، انا مش فاهمه عينيك طالعه فرها كده لمين يا ولا. نسوان نسوان، ما كفايه اللي جالنا من ورا النسوان، ما كفايه اخوك هريدي. اسمع كلامي يا سالم، خليك انت اللي تصيد المره، يا وعد خليها في يوم من الايام هي اللي تصيدك. وبعدين في اختك دي يا سعاد محدش قادر عليها ولا ايه؟ دي مش عامله اي اعتبار لابوها. ابويا ما بيغصبش واحده من بناته على الجواز، كان غصبني عليك. معنى كده بقى ان انت اتجوزتيني عشان بتحبيني. لازم بتحبيني؟ احبك ده ايه؟ انت اكبر مقلب شربته في حياتي. ايه؟ ايه؟ انا مقلب يا سعاد؟ انا مقلب؟ اخس عليكي اخس. انت راجل صايس كده مالكش معنى، واللي كل همك تجوز لي اخواتي البنات. ده حكايتك، هي امك كانت بتشتغل خطبه؟ من فضلك يا سعاد، كله الا ماما. وبعدين يا حبيبتي انا قلت لك احنا بنعمل كل ده عشان ولادنا. انا عايزك تبص لقدام يا سعاد، بص لقدام. قدام فين؟ هنا اهو. فين يا محسن؟ مش شايفه حاجه يا اخويا. ازاي يا حبيبتي مش شايفه؟ ازاي؟ ما هو مدحت لو كان اتجوز اختك مروه وبدل الواد الظابط ده، واختك الثانيه كانت اتجوزت ابن عمتي، كان شوفي ايه بقى اللي هيحصل. كان ايه يعني اللي هيحصل؟ كنا هنبقى عزوه في عيله العقاد، والحاج مش هيبخل علينا باي شيء، وتجارته بقى يا حبيبتي هتبقى في عبنا، واي حد فينا هيفكر في اي مشروع الحاج هيوافق له على طول. هو ابويا مقصر معانا بحاجه؟ ما انت قاعد واكل شارب نايم متنغنغ ببلاش. ده بيبعت لك كل اول شهر قد ماهيتك 3 مرات، وهو اللي بيدفع مصاريف مدارس العيال. عايز ايه تاني اكتر من كده؟ وبعدين بقى ريح نفسك، كل حاجه دلوقتي في عب اخويا فتحي، وهو خلاص فتح معرض اجهزه كهربائيه جنب شغل الخشب، وكمان اسم الله عليه هيفتح مكتب استيراد وتصدير. ايه؟ واحنا بقى هنقعد نتفرج عليه وكل شهر نمد ايدينا لاخوك ولا ايه؟ ومال هو حد غريب ولا هو اكله وبحلاقه؟ ايوه يا سعاد. طب ومستقبل ولادنا؟ مستقبل ولادنا مضمون. مضمون؟ مضمون ازاي؟ ما خلاص كل حاجه بقت في عب اخوكي. اخويا قال لي لما عيالك يكبروا ويتخرجوا هشغلهم معايا. عايز ايه بقى اكتر من كده؟ الو. ايوه مين؟ يخرب بيتك، ازيك يا سوزي؟ انا مش قايلك بلاش تتصلي هنا، ممكن الحاج يرد عليكي. ايوه يا ستي انا هبقى اطلبك. قوليلي عامله ايه؟ معلش يا حبيبتي والله غصب عني مشغول جدا. يا حبيبتي طبعا وحشاني، وحشاني قوي كمان. اوعدك اول ما هفضى هتلاقيني جايلك الكباريه، ونأجر شقة. ليه؟ ما شقتك موجودة، وأنا يا حبيبتي هدفع لك إيجارها. ها؟ مبسوطة؟ بقى ما لقيتش غير نسوان رجالتك وتفضحهم يا سالم؟ هي دي جدعانة؟ هي اللي عايزة وكمان جاية برجليها. حتى لو كان ده اللي حصل، ما يصحش. دول برضو رجالتك ولازم تخاف عليهم على شرفهم. يا ولد تنجر بقى وبص لفوق. مش تبص لتحت، والمره عفشه بالشكل ده. طب يا اخويا يا اخو المعلم، اديني بقولك للمره التانيه، مالكش دعوه بنسوان رجالتك. انا مش فاهم عينيك طالعه فرها كده لمين يا ولا. ابو النواس، انت قلت لي الراجل جوز ورده ده بيشتغل في ايه؟ شغال مقاول مباني يا حاج. مقاول مباني؟ الله، ده راجل مليان يا ابني. ايه اللي مليان يا حاج؟ ده واخد لها شقه على النيل بالظبط زي الناس الهاي لايف. الله الله الله، ده بيحبها يعني؟ ايه اللي بيحبها يا حاج؟ ده لا مؤاخذه بيبوس التراب اللي ماشي عليه. ده ما حاج، ليه السؤال ده؟ لا ابدا مفيش.
بس بيني وبينك انا بفكر في حاجه كده. فكر في ايه لمؤاخذه؟ انا نفسي يبقى في شغل بيننا وبين الراجل كويس ده. بس ده يا حاج ماليش في الصنف ده، مقاول جرايه يا جدع انت، وانا بشتغل في الصنف وبس. انت مش شايف فتحي ابني ده بقى واحد من اكبر رجال الاعمال في مصر؟ هو ابو النواس انا عايزك تفهم. انا عايز اعرف يعني الرجل ده في بينه وبين اخو البت ورده دي عمار يعني؟ بتروح لك مشوار قلت لها يا ري، بتروح لك مشوار قلت لها يا ري، قالت لكن اوعى تغار حواليا العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حواليا العشاق كتار، قلت لها بطل خليني بالبيت العشاق دار، قالت لكن اوعى تغار حواليا العشاق دار، قلت لها بطل خليني بالبيت، قلت لها مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، والله مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشقت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لها بطل خليني بالبيت، بتروح لك مشوار قلت لها يا ري، قالت لكن اوعى تغار حواليا العشاق كتار، قلت لها بطل خليني بالبيت، خليكوا شاهدين على حبايبنا، خليكوا شاهدين بدوروا على اللي بيتعبنا، خليكوا شاهدين وبقالنا سنين في الهوى تايهين، محناش عارفين نرتاح مع مين، بقالنا سنين في الهوى تايهين، محناش عارفين نرتاح مع مين، جرحونا الأحباب جرحونا وردينا بجرحينا وفتونا جرحونا. يا دي النور يا دي الهلا، ست الكل بنفسها نسي على النقطة دي، حاجة بسيطة يا ست الكل. ايه ده؟ ايه ده يا واد يا فارس؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ الزمن يا ست الكل، ما هو الزمن عدم المؤاخذة ساعات بيعلي وساعات بيوطي. لا الحمد لله علاني وخلاني فوق في العلاني. ده انت بقيت قبها خالص، وانتي حلويتي خالص. بتشوف فتحي؟ فتحي مين؟ فتحي العقاد، بس دلوقتي انا في سكة وهو في سكة تانية خالص. خلينا في المهم يا سوسو، هنكمل هنا ولا هنكمل عندي في البيت؟ على طول كده؟ ايه الجراءة دي يا واد؟ ما كله بتامن يا بيت. وبتقول بيت كده حيف؟ ليه؟ ما يكونوش غيروا اسمك وانا بعرفش. يخرب بيتك، ده انت كمان بقيت تعرف تتكلم. المهم هنكمل هنا ولا هنكمل عندي؟ انت عارف انا تبعك. عارف، بس انا هدفع قد اللي بيدفعه فتح العقاد مرتين يا سوزي. منين ده كله؟ ما يهمكيش منين، مهم تقبضي وما تسأليش. انت بقيت حرامي ولا ايه يا واد؟ ما بقيتش جديدة يا بنت. ما يلا بينا. انت ساكن فين؟ خليكوا شاهدين. على مالي بروح قلبي؟ كده برضه يا سالم؟ بقى انت جايبني نفس الشقة اللي كان فيها. ايوه مظبوط كده، انا جايبك نفس الشقة اللي كان فيها. ياه، اخر مرة دخلت فيها الشقة هنا الحاج طب عليها وطردني منها وطرد فتحي هو كمان. ياه،
لا يا حبيبتي، الكلام ده كان زمان وجبر. انت دلوقتي مع المعلم سالم على سنه ورمح، يعني عدم لو مؤاخذه محدش يقدر يترفلك ولا يبصلك. انت من النهارده روحي بقيتي ست البيت ده، يعني الكل في الكل. بس انا مش قادره اصدق عيني، انا حاسه اني بحلم بقى. انت الواد اللي كان بعدهالك بقى، وبعدهالك ما بلاش كلمه واد دي. الواد كبر دلوقتي وبقى معلم. احنا اولاد النهارده، ها اتفقنا؟ هقول لك ايه، اتفقنا. الو افندم، احنا مش هنخلص بقى من موضوع العزايم ده. ده انت حتى عمرك ما فكرتي تعزمي ابويا ولا امي. ايه العزايم كلها مقفوله على اهلك وبس؟ انا مالي ومال قرايبك دول؟ انا ماليش دعوه، انا زهقت. اسمعي انا مش فاضي وعندي شغل. خلاص يا حبيبتي، لو عايزه تعزميهم اعزميهم انت، انا مش هكون موجود. اعتقيني بقى لوجه الله، هو انت ولا بترحمي ولا تسيبي رحمه ربنا تنزل؟ مع السلامه. مع السلامه، يلا مع السلامه. انا قرفت وزهقت، ايه العيشه دي؟ يعني مالك بتنفخ كده ليه؟ المصيبه اللي انت بلتني بيها يا حاج. المصيبه اللي انت بلتني بيها يا حاج، قصدك مراتك مالها؟ كل يوم والتاني عزم حد من اهلها عندنا في البيت، حولت لي البيت رستوران. عملته برستان؟ قصدي حولت لي البيت مطعم. مطعم يا حاج. وماله يا ابني، حد يكره ان الناس تقول عليه ان راجل كريم؟ ايوه بس مش كل يوم يعني، انا حاسس انهم قاطعين عندنا ابونيه. انت متزرزر كده ليه؟ انا مش شايف اي غلط في اللي انت بتقوله ده. يا حاج، يا حاج نفسي في يوم اقعد انا وهي نتعشى ولا نتغدى سوا لوحدينا. وحديكوا ايه يا راجل؟ ده كلام حد يقوله؟ هو الاكل يحلى غير فين لما؟ طب بالك انا ما بتكيفش وما بستمخش من الاكل غير لما اخواتك ولادهم يتلموا حواليا في البيت على الاكل. ايوه يا حاج، بس دول عيالك مش ناس غريبه. ما هم دول حماك وحماتك، يعني في مقام ابوك وامك. دي عمرها ما فكرت تعزمكم. تعزم مين يا ابني؟ واحنا ناقصنا عزايم؟ سيبك من الكلام الفارغ، دخلنا في المهم. قولي انت فكرت هتودي الواد ابنك اني مدرسة؟ اصلا عايز الواد ابراهيم ده يبقى في مدرسة قريبة مني، وانا على كل حال رتبت له راجل من عندي طول بعرض هيوديه ويجيبه. وبعدين جبت له كمان طبنجة 9 ملي للواد. واد ايه؟ الله يخيبك، للراجل اللي هيحرسه. يا حاج، يا حاج انا نفسي ابعد ابني عن الحرب اللي احنا فيها دي. يا ابني، يا ابني في ايه بس؟ المفروض اللي انا بقوله ده انت كنت تفكر فيه، مش انا اللي اقعد افكر فيه. خلينا دلوقتي في الاهم بقى واللي شاغلني، ايه حكايه مراتك؟ انت مش ناويين تجيبوا عيل تاني؟ مش هتعاقب الواد ده؟ مش معقول الواد هيتربى لوحده كده من غير اخ يلعب معاه؟ اصلها مش فاضيه غير للعزايم يا حاج. عزايم ايه وخيبه ايه؟ اسمعني وافهم، انا عايزكم تركزوا وبطلوا نقره. انا عايزك تخلف. خلف قد ما تقدر، قد ما ربنا يديك خير ربنا كتير. والحمد لله امك لسه بصحتها، يعني ممكن تاخد بالها من العيال وتربيهم. ها قلت ايه يا معلم فتحي؟ الحمد لله. خد يا واد هنا، تعالى كمل اكلك يا حبيبي. شبعت يا ستة؟ يا ابني يا حبيبي لازم تاكل كل الاكل عشان تكبر كده وتبقى راجل. ما قلتلك شبعت. تشخط فيها يا واد؟ قلة الادب اللي انت فيها دي. ابوك بطوله وبعرضه وبشربه ده عمره ما شخط فيا. تشخط فيا انت؟ اعملك ايه؟ ما انا قلتلك شبعت. ايه ما بتسمعيش؟ نهارك ابيض يا ابراهيم، اخس عليك وعلى تربيتك. يقولوا عليا ايه؟ بهيجه ما عرفتش تربي الواد. خلاص يا ستو، انا قلتلك شبعت، حلو كده؟ يلا هاتي دي يا ابراهيم. دي اللي حلوه كده بصحيح، مش لسانك اللي طول كده اللي عايز قطعه ده. بعد الشر يا حبيبي، سندوتشات اهي باكلها كلها ما تشحتش منها حاجه خالص. مفهوم الكلام؟ مفهوم. طيب يلا يا حبيبي. لا استنى، دي اهم من كل حاجه. خد التفاحه دي تاكلها كلها، اوعى تشحت حد حاجه. شحتهم فلوس ما تشحتهمش الاكل. يلا مات. يلا ابراهيم دخلنا. ابراهيم خلاص خلاص يا زينهم زينهم. انا مش هوصيك ابراهيم، فنن عينيك من جوه.
ده انا تحت امرك يا ست الكل، انت اموري. ده ابراهيم غالي عندي، مش كده على الشاي يا ست الكل. يلا يا ابراهيم يلا. بطل تضرب العيال في المدرسه، بيشتكوا منك. لحسن يحسدوك يا واد يحسدوك. يلا اتكلوا على يلا يا ابراهيم. شاكرين قوي يا ست الكل. سلام عليكم. مع السلامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اوعى تقع يا واد من على السلم تتكسر رقبتك. حاضر يا ست الكل. صباح الفل يا حاج ابراهيم. صباح الفل يا ست بهيجة. قولي لي، الواد ابراهيم راح المدرسة؟ يوه ما تقولش عليه واد يا حاج. قولي الباشا راح. الباشا راجع. يا دي الخيبة. باشا ايه وبتاع ايه؟ أنا مش عاجبني الدلع بتاعك في الواد ده. يا حاج، هو احنا حلتنا غيره؟ ما احنا عشان ما حلتناش غيره، لازم نحسن تربيته. ولا عايزاه يغلبنا زي أبوه ما غلبنا قبليه. أبوه؟ ماله أبوه؟ فتح ابني زي الفل وفي ظهرك وشايل لك كل الشغل. بعد ايه؟ ما انت عارفة كل حاجة. يعني عايز نعمل ايه؟ يعني عايزك تشد عليه شوية. اذا مثلا في يوم قلت له روح المدرسة اتمايص ومش عايز يروح، شدي عليه وخليه يروح المدرسة بالعافية. يا حاج واحنا هنعيش له؟ الله، الواد ملهوش صدر حنين غيرنا. مش كفاية يا كبدي، ملهوش ام، وكمان مرات ابوه مش طايقاه. اهو ده كلام النسوان الخايب اللي انا ما بحبوش. ما انا قدامك اهو، ما انا اتربيت لا ام ولا اب، ماتوا وفاتوني وانا عندي 4 سنين. لولا المعلم النعسي الله يمسيه بالف خير، هو اللي خدني ورباني وعلمني ازاي ابقى راجل يعتمد عليه. بس يا حاج انا قلبي مش مطاوعني اقسى عليه. ما حدش قال لك اقسي عليه، بس بلاش الدلع المرق. ادخل. يا صباح الفل يا صباح الفل يا فتحي باشا يا عم الدول وسيد الكل. بطل اوانت هلا وترزا، اقعد هنا. انا يا باشا. ايه الحكايه؟ بقالي اترزع، بقالي اسبوع ما شفتكش. ما هو سعادتك يا فندم مشغول في المحل التاني. انا يالا مش متفق معاك انك كل يوم تيجي تقول لي هنا نشرة الاخبار. ايوه باشا، ما انا محسوب حضرتك يعني. وبعدين كل الاخبار على قديمه، مفيش ولا حاجه على جديده، كله تمام والامن والستين. يعني ولا سمعت ولا شفت حاجه؟ لا طبعا شفت وسمعت. كل اللي في القهوه، زبائن القهوه واصحاب القهوه بيسالوا على مرسي. صحيح، هو الواد ده غطس راح فين؟ انا ما اعرفش حاجه عنه بقالي كتير. هو انت ما تعرفش حاجه ولا سمعت حاجه عنه؟ ابدا يا باشا. هو حضرتك ما تعرفش هو راح فين؟ لا خساره. الواد ده كان شايل حمل من على قلبي، كان قايم بالشغل كله. ربنا يعوضك عنه وباحسن منه يا باشا. طب محدش جاب سيره ورده في الموضوع ده؟ فكرتني يا باشا، في البعض بيقول انه كان بيروح قوم السمن، بعد اخر بقى بيقول ان خلع من عندكم واستلقفته بنت ورده واخوها الواد سالم باشندي. الكلام ده عادي، انا سمعته قبل كده. تعرف المشكله في ايه؟ المشكله ان ابويا كان بيعامل الواد ده زي ابنه الصغير. يلا مش مشكله، تعمل خير تلاقيه شر. ما سمعتش حاجه تاني؟ يا باشا، انا اللي قلقني بقى ومنغص عيشتي هو ابو نواس.
مال ابو نواس؟ يعني رجليه كده خدت على البطليه اللي من دول وكل شويه يقعد مع الحاكي في القاع. انت اخر مره شفتهم مع بعض كان امتى؟ من يومين. طب وفيها ايه يعني؟ ما فيهاش حاجه. انت عارف ابو نواس ده من اهم واقدم التجار اللي ابويا بيحبهم، تلاقيه بيروح بس يقعد معاه كده يتمحك عشان يزود له الحصه بتاعته ولا حاجه. المهم نرجع لمرجوعنا، انا عايزك تيجي تقول لي دبه النمله، حتى لو شفت الحاج واقف او قاعد بيتكلم مع حد تيجي تقول لي. مفهوم يا حالتها؟ مفهوم يا باشا. سايب القهوة ورايح فين يا حاج؟ جاي جاي. هروح فين يعني؟ ألو أبو النواس، بقولك إيه، الراجل جوز البت وردة بنت بشان دي، مش ده بيشتغل باين من أول ما بني؟ طب أنا عندي مصلحة عايزه فيها. أيوه هاتولي، بس ما تقولوش إنه جاي لنا بالذات، سيبه لما يجي وبعدين هو يعرف. هستناه ضروري. ها يلا مع السلامة. جرى ايه يا حاج ابراهيم؟ احنا ايه اللي هيشبكنا مع زفتة الطين دي تاني؟ مين زفتة الطين دي تاني؟ الزفتة بنت بشاندي. وانا مالي وانا بنت بشاندي؟ في اي حاجة؟ انا سمعك بوداني بتقول لابو النواس هات جوزها وتعالى. اديك قلتيها، هات جوزها وتعالى، ما قلتش هاتها وتعالى. الله، طب وهي ايه وجوزها ايه؟ وبعدها لك بقى. اسمعي انا بتكلم في شغل، مالكيش دعوه بيه خالص. يعني الكلام اللي سمعتيه في التليفون دلوقتي يخش من هنا يخرج من هنا. وروح اعمل لي فنجان قهوه بدل البنت دي. حاضر يا اخويا، من عناية. حاضر. انت ايه، استلمت البضاعه؟ ايوه استلمت البضاعه. امسك. الله 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 الله، حلاوته حلاوته حلاوته، الصنف عالي قوي. المهم الطريق كان امان؟ جرايه واد، ما انا قدامك اهو. حقيقي ما يجيبها الا نسوانها. نسوانها؟ انا اقدم من مليون راجل يا ولد. عارف يا اختي، ما دام قضيت المصلحه بقى يبقى جهزي الابيج لمجدي بالليل، جهزي له فلوسه. امال الراجل اللي جاب البضاعه هياخد بقيه فلوسه امتى؟ اتفقت معاه هقابله بالليل في الكباريه. هي خلاص قعدتك كل ليله في الكباريه عند اللي ما تتسمى بتاعتك دي ولا ايه؟ اسمها سوزي يا اختي، سوزي. وبعدين يا اختي يا حبيبتي، مش انت اللي قلتيلي بص لفوق يا سالم؟ بس انا ما بصيتش لفوق، بصيت لهز الوسط.
واصلها، لكن واكيد جايه النهايه هي اللي هتقدر تفصلها، والشمس تبان بعد سحاب.